التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء، وينطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا الحادي عشر وهو الخاص بالإبكار الصعوب. نسير إلى المقدمة وإلى البداية إلى المركز الأول، وهنا على المقدمة الأولى الشاهينية عوض بن ناصر بن حمود المالكي يتقدم هنا المطوع على المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني وهنا الوصول والانطلاق من الشاهينية علي بن محمد بن صالح العويسي، والمركز الثالث كذلك الشاهينية العويسي، بينما في المركز الرابع تتقدم الشاهينية علي بن عبيد بن مدير الاكتبي، ولكن اللي واصله في هذه اللحظات واللي قادمه هنا الشاهينية سالم بن العبد بن خميس الوهيبي، ولكن عوده الى المقدمة، عوده الى شعارك يا المالكي، ها هو مسيطر على المقدمة على البداية الاولى، ها هو ها هي الشاهينية عوض بن ناصر بن حمود المالكي، ولكن بن مدير علي بن عبيد بن مدير قادم غادم، ولكن ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله انطلقت انطلقت وراحت الى الفوز الشاهينية عوض بن ناصر بن حمود المالكي. سلام 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 الى اهالي الدريز الى اهالي وادي نام، اسعد الله مساكم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، مشكور يا المطوع مشكور على هذا الفوز التي قدمت الشاهينية لحظة وصولها الى خط النهاية محققة هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما في المركز الثاني الشاهينية راشد بن عيد راشد بن عيد بن عبيد بن مدير، المركز الثالث وصلت اللي هي الان شاهينية سعيد بن محمد بن سلطان العويسي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، عودة للتوقيت الزمني دقيقة 43 ثانية وتوقيت الشاهينية ملك عوض بن ناصر بن حمود المالكي، تهانينا للجميع.